السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، غنقترح عليكم واحد الشقة للمساحة ديالها 80 متر كاري، ثمن 60 مليون، قابلة للتفاوض. غادي نعرفكم أكثر على الشقة. الشقة كتكون من صالون كيف ما كتشوفوا، وثلاثة ديال الغرف وجوج الحمامات. عندنا الغرفة الأولى، الغرفة الثانية، اللي كتجي فيها صباغة الخيال والزليج على شكل باخي، بيبان كيف ما كتشوفوا بالعود مخدومين باليد. عندنا الغرفة الثالثة اللي كيجي فيها الحمام ديالها. غنعرفكم اكثر على الغرفة اللي كيجي فيها هذا البالكو والبلاكار ديالها، كيف ما كتشوفوا الزليج على شكل باخي. نشوفوا الحمام ديال الغرفة، الحمام اللي كيجي فيه في طواليت الرومية اللي بي روبيني الطهارة ديالو، والرشاش والفاز في بلاكار ديالو. غادي نمشيو من الغرفة الثالثة، غادي نمشيو للمطبخ. المطبخ اللي كتجي فيه الطاجرة بالرخام، لاهوت، البلاك، عندنا البلاكارات الفوق والتحت ام تي اف، عندنا الفران، عندنا بلاصه الثلاجه، بلاصه ماكينه الصابون، بلاصه الشوفو. عندنا المطبخ اللي كيجي مهوي كيف ما كتشوفوا، وكيجي البلافون ديالو بالليد اولي سبوت. غادي نمشيو من المطبخ، غادي نمشيو للحمام الرئيسي اللي كيجي على لونطري في اليسار ديالك. طواليت الرومية، رشاش، الباز، البلاكار ديالو، عندنا روبيني الطهارة كيف ما كتشوفوا، عندنا البلافون اللي كيجي بالليد اولي سبوت. نزيد نعرفكم اكثر على الملكية المشتركة. الملكية المشتركة مشاهدينا الكرام، عندنا العقار كيتكون من جوج ديال الطوابق. الطابق الاول فيه جوج شقات، والطابق الثاني فيه جوج ديال الشقات. عندك 5 دقائق تقريبا على رجليك للبحر. البحر قريب، عندك جميع المرافق قريبه. ملي كنقولوا المرافق كنقولوا المدارس خصوصيه، المدارس العموميه والمسجد والحمام. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا في احسن حال والاحوال. إلى اللقاء.